Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad wa alihi al-Tayyibin al-Tahirin al-Mazlumin. احنا في الحقيقة تكررنا كثير أهمية الزيارة وأهمية قصد الأئمة عليهم السلام. بينا الشيعة فيما سبق كيف كانوا يمشون، كيف أن رجلا من خراسان جاء ماشيا من خراسان إلى المدينة وأخرج رجليه وقد تغلفتا وقال ما جاء بي من حيث أتيت إلا حبكم أهل البيت. هذا هو يتكلم نبي متكلمين به في كتاباتنا. احنا المهم الان ان نفكر في ان هاي الزياره شنو فائدتها، هذا الشيء المهم اللي يكون انا الان جاي اركز عليه. والامر الاول هي نفس الزياره وثواب الزياره وما ورد فيها من شد من تاكيد وشيء مذهل، انسان ما يحسب حسابه، ما يمكن أن يستوعب الفكر لولا أن الزمن كشف أن هذه القضية لها أثر في بقاء المذهب وفي بقاء الإسلام، وإلا ما كان يصدق هذا الحديث في اليوم الأول. هذا الشيء ما بي كل إشكال. الأمر الثاني اللي هاي الزيارة تميز به وهو جمع المؤمنين من أقطار الأرض على اختلاف مشاربهم وقومياتهم ومقامهم ومراكزهم الاجتماعية وعلى اختلاف حالاتهم من جميع الجهات، يوحدون في وحدة واحدة وهي أخوة الإيمان، ما عندهم شيء آخر ولا أكو تميز، إلغاء الفوارق، واحد يعرف ما عند الثاني، واحد يرى ما عند الثاني. هذا شيء من أهم الأشياء التي الأئمة عليهم السلام أكدون عليها. أنا عثرت الآن على رواية قريبا محترمة معظمة، الإمام يخاطب رجل من أهل الكوفة يقول له كم بينكم وبين البصرة؟ يقول له 5 أيام في الماء إذا طاب الهواء، وثمانية أيام على الظهر أو نحوها. قال ليست هذه المسافة، ليس بعيدا، تزاوروا بينكم. ففي ذاك اليوم على 8 أيام، والبصرة لا بها إمام لا بها زيارة لا بها شيء، إنما تلاقي إخوان وتعارفهم. 8 أيام على الظهر يمشي الإمام يأكد أنه فإن في ذلك حياة لدينكم، لأن الإنسان طبيعي لما الهدف واحد فمعناه يذكر بدينه ويذكر بموازينه ويذكر، وهذا الشيء من أهم الأشياء التي الأئمة أكدوا عليها. فالأمر الأول زيارة الحسين، الأمر الثاني هاي القضية، قضية التلاقي بين الإخوان والتعارف والتحابب بينهم، ومحاولة مهما أمكن واحد ما يرى نفسه متميز على الآخر. أكو تميزات، كواحد ثقافة مختلفة، واحد جهات اختلاف ثقافية، اختلاف جنسية، اختلاف قومية، اختلاف لغة، اختلاف كله أكو موجود هذا، لكنه هذا كله يلغى في سبيل أكو عندنا فشيء مشترك، وحدة مشتركة هي التي تكون جمعتنا، وإحنا في هدف واحد، وحدة الهدف توحد الأمة. هذا شيء ثاني اللي دائما هم إحنا نأكد يعني. بس الشيء المطلوب عن هاي القضية ما تكون حصل ثمرتها، عن هاي مدرسة ينبغي للمؤمنين أن يستفيدون بها في طول حياتهم، ويذكرهم بتعاليم القرآن في تعاطف المؤمنين وتآلفهم وحسن أخلاقهم. ادعوا إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وإلى آخر ما ورد عندنا من حسن فيما يتعلق بحسن التعامل وصدق الحديث وأداء الأمانة ومراعاة الحقوق العامة والخاصة وعدم الاستهوان بالآخرين واحترام المؤمنين واحترام الناس بكلهم، احترام كل من يجامل. لي تعبير الإمام الصادق، ليس منا من لم يمادح من لم يمادح، ومن لم يمادح من يمادحه.
ولم يجا ولم يخالط من يخالطه ولم يحابب من يحاببه، يعني ما يتعلق إلا بحق حالة التآلف، حالة التعامل، حسن المعاشرة على اختلاف الفئات، شيء مسلم غير مسلم، أنت كنت تكون أخلاقك أخلاق جيدة، هذا هم أيضا الشيء المهم. الشيء الثاني أن الإنسان يكون يصير عنده هم أيضا التزام بدينه وتذكير بدينه، أكو أحكام شرعية، أكو واجبات، أكو محرمات، يكون يعرف أن هذه مو بس يتركها بس أيام زيارة، يكون يتركها في يكون يصير عنده حالة من حالة تربية، تذكير أن الذكرى تنفع المؤمن، هاي ذكرى طفت شهر بلكي شهرين من أول محرم إلى آخر صفار، إحنا مشغولين بذكر الحسين، والحسين هو الذي حافظ على الصلاة في أوقاتها، في أحلك ظروف الوقت، أحلك الأوقات حافظ على الصلاة، في أحلك الأوقات حافظ على الصدق، وابتداء أن أتكلم بيّن وحدة صدق كلامه، وأنه أنا ترى أستشهد لحد ما خدع أحد، ما صار في مقام خديعة، في مقام كأني بأوصالي هذه لقطعها أسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، وخير لي مصنع على يقي، وكتب إلى بني هاشم من الحسين بن علي إلى علي إلى محمد بن علي ومن معه من الملأ من بني هاشم، أما بعد فمن لحق بي استشهد ومن لم يلحق بي لم يبدو لم يدرك الفرد. فهذا معنى ذلك أصدق في حديث اهتمام بصدق الحديث وكشف الواقع على واقع، ماكو تغرير، ماكو خديعة، ماكو تحايل ولف ودوران، اكو وضح منهج، انا هذا منهج اللي يريدي جميل يفهم، فمن قبلني بقبول الحق فالله اولى بالحق، ومن رد علي اصبر حتى احكم الله هو خير الحاكمين. هذا حديثه، هذا شيء احنا كنا نستفيد منه طول حياتنا، مو نستفيد منه بس بايام زيارة، هذا كل شيء أيضا يجب على المؤمنين أن يهتمون به، وهم عايشون العالم كله، وأصبحت رسالتهم موجهة للعالم كله، لأن العالم كله الآن في أقصى الأرض، في أمس جوني، في بوليفيا، في تشيلي، في المكسيك، في كلها أجت هي تشوف شنو أوضعها الزيارة. فالشيعة أصبحوا الآن مسؤولين بأن يكونوا دعاة إلى مذهبهم في أقطار الأرض، مو أنه واحد كل واحد عنده بس يفكر بتجارته ويفكر بعمله ويفكر يكون يفكر بأن عنده هدف آخر، وهو أن يكون هذا أن يكون مذكر مذهب، مذكر بدينه، مذكر بالله، مذكر بال. أنا شكالي بعض الرجال الدين المحترمين في من بعض الأديان بأن التكنولوجيا الحديثة جاي تنسي الناس الله، ينسى الله نتيجة التكنولوجيا. قلت له علاجها أن يكون الإنسان المبلغ صادق في دعوة، إذا صار المبلغ صادق في دعوة يأثر أثره، وضربت له مثل ولا آخر، حديث طويل مو حديث قصير، ما أقدر الآن أستوعب الحديث، لكن قدر متيقن أنه ذول هم الآن مسؤولين في أقطار الأرض أن يرفعون كلمة الإسلام الصحيحة الصافية التي أخذت من القرآن ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله ومن أحاديث الأئمة ومن سيرتهم، وحتى سيرة الأنبياء، عيسى عليه السلام هم هو سيرته سيرة نفس السيرة، موسى سيرته نفس السيرة، كون الأمم شذت عن واقعها خرجت عن تعاليم أنبياءها مو معنى أن الأنبياء تعاليمهم منحرفة، تعاليمهم هي ذيش تعاليم، وكذلك تعاليم أي إسلامنا هم تعاليمنا هي التعاليم الصحيحة، ولكنه شذوذ الأمة مو معنى ذلك خطأ التعاليم ولا معنى ذلك. هذا كون يجب على الآن المؤمنين اللي هم مؤمنين بالحقيقة أن هاي المعنى يبرزوا عمليا للناس، وهاي الزيارة مذكرة والمواسم كلها مذكرة، مقتل أمير المؤمنين ذكرنا مواقف أمير المؤمنين المبدئية، مقتل الحسين هالشكل، مقتل الحسن هالشكل، مقتل الإمام الكاظم عليها هالشكل، وهكذا كل المناسبات اللي عندنا دور السنة هي تذكرنا بهذا. فإذا واحد عنده تذكار بعد شنو عذره؟
فيجب علي أن يستفيد من هذه فكما درس يستفيد منها عمليا ويفيد ويبرز وجه الإسلام الصحيح من طريق سلوكه الصادقة مو مبني على على مبني على رياء مبني على لا مبني على حقيقة وحقيقته هذه ما عنده حقيقة هذا الشيء الذي احنا كنا نهتم به فيما بيننا وتعبير الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وإلا الإنسان في خسران إذا ما يكون هو يمشي على الموازين التي رسمها الله سبحانه وتعالى لعباده نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من المؤمنين وأن وإحنا أيضا هم نقدم شكرنا واعتزازنا و ما الشعب الإنسان عنا من الامتنان للمؤمنين المشاركين على اختلاف مشاركاتهم كل بموقعه اللي يطبخ يطبخ واللي يمشي يمشي واللي يخدم يخدم أبو الإعلام هم من شكره وإذا أكون بس كون القضية مبنية على حقيقتها ما بتخرج عن حق عن حقوق عن حقيقتها التي رسمت لها وهي قضية دعوة إلى دعوة سيد الشهداء التي هي كما يقول خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله ولأسير بسيرة أبي وجدي وأبي فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق ومن رد علي أصبر ماكو عندنا حالة عنف تعالوا صيروا مثلي ماكو أنا اللي علي هذا أبرز ما عندي والباقي كلهم بتوفيقه اللي يريد الله يوفقه يوفقه واللي هو يريد يعرض والشيطان يغلبه هو وشيطانه خلي يروح ما نشغل ولا يضركم من ضل إذا اهتديتم كل نفس بما كسبت رهينة هذا إن شاء الله كنا احنا نستفيد من هذه الزيارة وأمثالها من المواسم ما يذكرنا بواقعنا وينبهنا إلى إبراز واقعنا وحقيقتنا وكشف واقعنا نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل من الجميع وأن يشكر سعي الجميع ويشكر سعيكم وسعي جميع المؤمنين ما لم لا أخص شخصا دون شخص والله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ويا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون نسأل الله حسن العاقبة والسلام عليكم ورحمة الله